من استوديو الأخبار نحييكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وتتابعونا فيه بعض لحظات. استئناف العمل بشركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين بعد اتفاق بين الطرفين النقابي والإداري ينهي 20 يوما من توقف العمل بالشركة. أكثر من 500 مشارك من 20 دولة إفريقية في الملتقى الدولي لمديري أنظمة المعلومات وتأكيد على أهمية الرقمنة في إرساء المؤسسة الذكية. مهرجان الوحد ولبيجابس يحتفي بدولة فلسطين من خلال ملحمة القدس، عروس المدائن وبرمجة تنشيطية متنوعة على مدى 4 أيام. مرحبا مجددا. استعاد اليوم المقر الاجتماعي لشركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين نشاطه بعد غلق تواصل 20 يوما على خلفية احتجاجات عدد من العمال المطالبين بتفعيل الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لقطاع المؤسسات العمومية ولم ينتفعوا بها منذ سنة 2015 تاريخ إحداث الشركة، إضافة إلى تصنيف الشركة وعدد من المطالب الشغلية الأخرى. وكان مقر ولاية تطاوين قد احتضن مساء أمس اجتماعا بإشراف ولي الجهة عادل الورغي وبحضور الطرفين النقبي والإداري، وتم خلاله التوصل إلى اتفاق ينص على صرف الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 حسب ما أفاد بذلك المدير العام لشركة البيئة والغراسات والبستنة. طبعا وللمزيد من المعطيات ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف رئيس المدير العام لشركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين السيد مصباح زكريا. مرحبا اولا، ولو تفيدنا يعني بمعطيات حول فحوى الاتفاق الذي توصلتم اليه مع الطرف النقبي، طبعا في علاقة بمطالب واطارات واعوان الشركة. شكرا. تم الاتفاق يوم امس يعني في جلسة بمقر ولاية تطاوين بإشراف السيد والي تطاوين وحضور السادة نواب الجهة الجميلة السيني والسيد بشير الكيفي، وكذلك السيد بشير السعيدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين والنقابات الأساسية وإدارة الشركة. تم التوصل إلى اتفاق أهداف العمل انطلاق اليوم، وتم ذلك وكذلك إجابة قدر مهم من المطالب الاجتماعية للأعوان والمتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2015-16، يعني هي زيادة تعديلية، وكذلك منحة خصوصية المتعلقة بسنة 2015 وترحيل باقي الزيادات ل إن شاء الله يعني بعد تشكيل الحكومة الجديدة إن شاء الله، يعني نحكي عن 2019-18 وخصوصية ل 2017 و2016، وكذلك تصنيف الشركة وضمان موارد قارة الشركة. طبعا شركة البيئة بتطاوين عكس بقية الشركات، يعني شركة منتجة بالطبيعة، ما وصلناش أن نغطي جميع المصاريف، ما زلنا في 10% من تغطية المصاريف، ولكن إن شاء الله بتظافر ووعي جميع الأطراف إن شاء الله نوصل لما أحسن إن شاء الله. هل تم إمضاء الاتفاق بصفة رسمية يعني؟ تم صياغة الاتفاق، وإن شاء الله يعني غدا صباحا يقع إمضاء الاتفاق من جميع الأطراف إن شاء الله. وهل عاد يعني مختلف العمال وأعوان الشركة للعمل يعني بعد هذا الاتفاق اليوم؟ فعلا استجاب كافة الأعوان الشركة إلى العمل اليوم، سواء بالمقر الاجتماعي للشركة، سواء بكافة حظائر الشركة أو بالإدارات، إذن يعني في مختلف أماكن العمل. وإن شاء الله مستقبل الشركة أفضل من حاضرها إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. مشكورة سيد مصباح زكريا على هذه المداخلة ومجمل المعطيات. إذا مثلت الشركة الذكية والتحولات الرقمية أبرز محاور الملتقى الدولي لمديري أنظمة المعلومات بالشركات التونسية والإفريقية، ملتقى انتظم بمدينة الحمامات بمشاركة 20 دولة إفريقية، وقد أكد خلاله المشاركون على أهمية الاستثمار في تطوير ميدان الرقمنة وإرساء المؤسسات الذكية.
550 مشاركا من 20 دولة إفريقية أمتهم مدينة الحمامات عبر فعاليات الملتقى الدولي لمديري أنظمة المعلومات بتنظيم تونسي إفريقي، ملتقى تدارس محور الشركة الذكية للوقوف على استراتيجية التحول الرقمي في الشركات ومساهمتها في تطوير ميدان الرقمنة. احنا مقتنعين ان النوميريك والا التكنولوجيا الرقميه هي الحل للشركات التونسيه والافريقيه باش نجم تواجه التطور الاقتصادي والمنافسه العالميه للشركات الكبرى. هذا المعرض هو كذلك فرصه لأتطرق الى عديد المسائل المتصله بالمؤسسه الذكيه ما يعبر عنه لونتربريز انتليجنت سمارت انتربريز، وطريقه التصرف فيها وطريقه ادارتها. المؤسسه الذكيه هي مؤسسه تعتمد التكنولوجيا، تعتمد الرقميات بصفة عامة. التجارب الإفريقية المطروحة تراوحت بين تلك التي في مرحلة الخلق والتأسيس وبين التي تدعم وتطور إقلاعها لاكتساح الأسواق العالمية. بالنسبة لنا احنا كتجربة ليبية قاعدين في قيد الإنشاء أو التأسيس لمنظومة تكنولوجية متكاملة، نشتغل على مواضيع عديدة ونشتغل على مواضيع جديدة حاليا، فمنها مجال تكنولوجيا سنترلايزد للمعلومات كاملة بحيث تكون ان هي بحيث ان نخلق مؤسسة إلكترونية متكاملة. يعني المردودية ديال 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 هذا الاستثمار في الداتا سنتر تتبان، شركة اللي غتخرج منتوج تيشوفوا هذه المسألة. بالنسبة للشريحة أخرى ديال الشركات اللي هما أكثر عددا ولكن يعني اللي نسميهم الميد ماركت، هما في سير هذا التطور ولكن بطريقة يعني على حسب المحتجيات ديالهم في المعلومات. أول خط إي بي راديو في الهواء ما غير حتى نحاس، ما غير فيبر، ما غير ما نحفروا الكياس، النجم اليوم أي مؤسسة تونسية مهما كان الحجم نتاعها صغيرة ولا كبيرة تاخذ خطوط فواي بي، سميهم فواي بي، بأسعار تفاضلية كبيرة برشا بالتعاون ما بين كوميونيك واتصالات. أكد المشاركون في هذا اللقاء العلمي على فاعلية وجدوى الثورة الثقافية والتنظيمية لتذليل الصعوبات والحواجز بتسخير الإمكانات البشرية والميزانيات لدعم هذا المنحى اكتساحا للأسواق الخارجية ولمواجهة المنافسة الشرسة في مجال الرقمنة. إلى المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس والذي احتضن ورشة عمل متوسطية بهدف حث الطلبة على مواصلة البحث في مجال الطاقة المتجددة إلى جانب توعيتهم بأهمية هذه الطاقة في القطاعين العام والخاص. ورشة عمل متوسطية احتضنها أحد مدارج المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس حتى يكون مجال الطاقة المتجددة أقرب ما يكون لدائرة اهتمام الطلبة بحثا ومبادرات. الهدف أولا هو تحسيس بأهمية الطاقة الشمسية في القطاع العام والخاص، والهدف الآخر هو تحسيس الطلبة أيضا بأهمية أنهم يبثوا مشاريع وإلا يواصلوا البحث متاعهم في مجال الطاقة المتجددة. في المواد المدرسة فماشي حاجة في الاتجاه هذا؟ بالطبيعة احنا نخدموا برشا على لي زينيرجي رونوفلابل، دونك عندنا دي موديول ايفيدامون في لي فورماسيون تاعنا اللي يخصوا الطاقات المتجددة وكيفاش نحاولوا انه نقدموا معناها حلول للحد من الاستهلاك الطاقي. وكالة التعاون الألماني أحد الأطراف الرئيسية المنظمة لهذه الورشة أقامت محطة فوتوضوئية لاستغلالها ولتكون عينة ميدانية يستدل بها على جدوى اللجوء إلى الشمس المتوفرة وعدم الاقتصار على مصادر الطاقة التقليدية المتناقصة كمياتها المتزايدة تكاليفها. لازمنا نلقاو طاقة جديدة اللي هي طاقة متجددة. علاش طاقة متجددة؟ خاطر هي طاقة تتجدد بطبيعتها. مثلا الماء ما نجوش نعيشوا من غير ماء ويجدد بطبيعته، الهواء كيف كيف يجدد، السماء من الشمس معناها كيف كيف. دونك هيك علاش لازمنا كجامعيين نفهموا الطلبه نتاعنا باش نساعدوهم في التخرج نتاعهم، نعطوهم مشاريع باش يفهموا بالباهي معناها هذه الطاقات واهميتها. الطاقه الفوتوفولتيكيه هي المستقبل بالنسبه الى تونس والى كل البلدان، اذا اقول للتونسيين ان هذه الطاقه يجب ان تكون افضل استثماراتكم في المستقبل. انفستيسمون بور لافينير. الفوتوفولتيك اكتويل اللي معروف دابا المردودية ديالو هي 20%، 20% بالتركيز ديال الطاقة الشمسية كنقدروا نطلعوا 47% وما أكثر.
فهمتي؟ وهي في سنوات 2020 غتكون ارخص من الفوتوفولتايك العادي. أكثر من سبب يجعل موضوع الطاقة المتجددة ملحا في تونس، ومن بينها الآفاق الاستثمارية والتشغيلية التي يتيحها. فلاحيا يعاني الفلاح في منطقة أشراردة بالقيروان من إشكالية زراعة البطاطا التي أصابها مرض ما تسبب في تلف الصبا، وما زاد الوضع تأزما عدم وجود دواء حسب خلية الإرشاد بلجيا. قلق كبير يحيط عددا من منتجي البطاطا في معتمدية شراردة جراء المرض الذي أصاب الحقول، وذلك بسبب البذور التي توفرها شركة خاصة عوضا عن المجمع المهني المشترك للخضر. هاي موجودة عندكم هاكم هاليت وشفتوا، ونزيد نشوفوا نوروكم اللي خذيناه الكل قيمة 250 طرناطة كلها خمرت. علّا وجدت قلت لك رانا داوين وجو فهمتني لهنا ظهرت خمرة هكتار، نحفر الكعبة نلقاها خمر. لما الناس خذوا من الشركة من برا 500 طرناطة في الشراردة كلها خمرت، وبكلها خمر، وناس مضربة في الدلاع وزاد ضربت في البطاط. مسؤول من خلية الإرشاد الفلاحي بالشراردة رأى أن الفلاح مطالب بخزن جزء من منتوجه ليكون بذورا، كما أكد أنه تم التعرف على المرض الذي أصاب الحقول البطاطا لكن الدواء ليس متوفرا. بالنسبة للدواء نتاعو مش موجود، لأن هذا مرض يجي في الزراعة. كان من الممكن أن يخلي زراعته فهمتني يحفظها في بيوت تبريد، اللي نحن تقريبا متواجدين هنا في شراردة عندنا تقريبا 3 أو 4 أماكن متاع خزن تبريد البطاطا. مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وإصابة بعض الحقول بهذا المرض، فإن أسعار البطاطا قد تسجل ارتفاعا مشطا في أسواق التفصيل. صفحتنا الثقافية نستهلها من ولاية توزر، فعلى هامش النسخة 25 للمهرجان الدولي للخيامة احتضنت مدينة حزوة المنتدى الثاني للأعلام السياحي لمزيد التعريف بالسياحة الإيكولوجية. الروبورتاج والتفاصيل. انتظم بمدينة حزوة وعلى هامش المهرجان الدولي للخيام في نسخته 25 المنتدى الثاني للأعلام السياحي، والذي يهدف إلى مزيد التعريف بالمقومات السياحية والثقافية بمنطقة حزوة والجنوب التونسي عامة، بمشاركة دول عربية منها الجزائر والأردن والعراق وليبيا. يندرج الملتقى الثاني للأعلام السياحي في نطاق التعريف بالسياحة الإيكولوجية، وفي ربط شراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني سواء في الداخل أو الخارج، أعني الدول الشقيقة، نكون هيكل مغاربي للنهوض بالسياحة المغاربية. التقارب المشترك بين الدول هو اللي ينمي ويشجع السياحة. احنا البديل عندنا الآن من أجل ترقية بلداننا المغاربية بصفة خاصة هو التكامل بين الدول المغربية من أجل تطوير هذه البلدان. مرت مرحلة كانت السياحة الصيفية هي الشائعة، الآن هناك بدائل أخرى للسياحة، السياحة البيئية والإيكولوجية، السياحة الثقافية. وأنا أكدت يعني في بحثي اللي قدمته في الملتقى حول السياحة البيئية، وأكدت أن السياحة البيئية لها أثر كبير على الاقتصاد والثقافة والاجتماع، وهي وسيلة لخدمة المجتمعات البسيطة. الأعلام السياحي يعتبر قاطرة مهمة للنهوض بالقطاع السياحي، وعنصر أساسي لإيصال الصورة الحقيقية لما تزخر به بلادنا من مخزون تراثي وثقافي وطبيعي متنوع. هذا دور نحن نعاونه، أن نعرفه بخاصة الوجه الحقيقي لتونس بطبيعة الحال كوجهة سياحية، يعني بامتياز. هذا مش من منطلق انتماء لوطن، ولكن منطلق نقل الحقيقة والواقع كما هو. إنه دورنا كإعلاميين أنه نسوقوا للمهرجان هذايا ونوريه التصوير المزيانة اللي عانت في تونس. المحافظة على سلامة ونظافة المحيط والبيئة من العوامل الأساسية لاستقطاب السائح الأجنبي. أكثر من 500 تلميذ وتلميذة من مختلف ولايات الجمهورية جمعتهم ولاية القسرين في لقاء تلمذي بمناسبة الأيام الوطنية للمواقع الأثرية، وذلك من خلال فسيفساء للأنشطة التي أثثت اللقاء.
من كل ولايات الجمهورية توافدوا وحلوا ضيوفاً على القصرين للتمتع بسحر طبيعتها والتعرف على خصوصياتها وعاداتها وتقاليدها والغوص في أحضان تاريخها، كيف لا، وكل شبر من أرض القصرين يروي حكاية تاريخ لا يمحى. جيت لهنا باش نشوف في جبل السمامة باش نشوف المواقع الأثرية، وعملنا برشا جو وتعلمنا برشا حاجات كيف الكليل والساتر وعرفنا كيف نعملوه. جينا لهنا باش نفرهد شوي وكل، شفنا برشا مناظر طبيعية، كلينا طابونة، كلينا عسل وزيت زيتونة ما بينهم على الأخر، كلينا كيفاش نعملوا معجون بالهندي وزقوق وبرشا حاجات محلى. جينا البلاصة ذي المزيانة اللي محلاها اللي متمتعة برشا مناظر طبيعية، وتعلمنا كيفاش نصنع تيجان بالكليل والنباتات، وشفنا كيفاش يعمل سقوقو وصنع العرائس من إعادة التدوير، تعلمنا برشا حاجات وعجبتني البلاصة ذي على الأخر. باش نعرفوا هالوليدات اللي قادمين من مختلف الجهات بخصوصيات جهة القصرين بالمواقع الأثرية والمخزون التراثي اللي موجود في الجهة. بدينا بقرية الوساعية باعتبار وجود المركز الثقافي الجبلي سمامة، وبطبيعة الحال سمامة والوساعية بالتحديد ما تلخص عمق الخصوصية متاع الجهة وعمق المخزون التراثي الريفي الأصيل في الجهة. بالافتتاح في هذا المركز ثقافي بجبل سمامة وتخلله زيارات إلى الأثار سبيتلا ثم إلى الأثار بالمسرح بسيليوم القصرين. لقاء تلمذية يأتي في إطار الأيام الوطنية للمواقع الأثرية وخصوصيات الجهات. إذن تزامنا مع العطلة المدرسية تشهد العديد من جهات الجمهورية أنشطة ثقافية متنوعة، ومن بينها منطقة العلاية من معتمدية مارث بولاية قابس والتي تعيش على وقع الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للواحة. الدورة احتفت هذه المرة بفلسطين من خلال ملحمة عروس المدائن التي أثثت عرض الافتتاح. في ولاية قابس في الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للواحة بمنطقة العلاية بمعتمدية مارث احتفاء بفلسطين المحتلة ومدينة القدس بتنظيم ملحمة عروس المدائن في عرض الافتتاح لهذه الدورة التي تحتفي أيضا بشجرة الرمان وموسم جنيها بمنطقة العلاية. اليوم معناتها باش يوم الافتتاح يبدأ معناتها إن شاء الله بعروض تراثية تليه ملحمة هادفة معناتها تحكي على قضية القدس بعنوان عروس الصحراء. اليوم معنا المناظر اللي عندنا متاع الرمان وجنيان الرمان والشاي الكونفيتور اللي يعملوا فيه، وعندنا كيف السيترونات وكل، فحستني كأن رجعنا بالحق للأصول الأولى، والثقافة هي ضرورة تنموية وهي سند للتنمية، وهي كيف يعني تشوف الناس ما شاء الله كيف الشيخة وجاية تتفرج المسرح ولا ماشي الأعماق البلاد، والمسرح ولا مسرح القرب، يعني وين الناس وين احني. مهرجان الواحة بمنطقة العلاية على حداثة انتظام دورته انطلق بحسب منظميه ورواده من جمهور المنطقة وخارجها، انطلق كبيرا بفضل ما تم وضعه من برمجة من عروض وفقرات. نرمي من هذه التظاهرة للتعريف بمنتجاتنا الفلاحية وطنيا ودوليا. الحمد لله رب العالمين، المناخ معتدل زي مناخ فلسطين، والرمان الحمد لله موجود هون وفي فلسطين نفس الاشي، والحمد لله هذا مكسب كبير للجهة يعرف بالمنتوج متاعها خذي بعد على مستوى دولي. لا مهرجان حلو برشا حق، تشوف العائلات كل موجودة والبلاد معناها صغيرة يحبوا يخرجوا ويتفرهدوا. على مدى 4 أيام ولياليها تتحول العلاية وواحاتها الغناء إلى سيمفونية من الإبداع والإنتاج والخير والنماء في هذه الربوع.
عودة إلى حزوة في متابعة لفعاليات المهرجان الدولي للخيام الذي تعيش على وقعه في دورته 25، حيث قدمت إحدى سهراته والتي حملت عنوان المحفل لتكون على شاكلة مقتطفات لرحلة في التراث مع الإبداع الفني. في سهرة جمعت عديد الوجوه الفنية والشعرية، سهرة حملت عنوان المحفل بمناسبة الدورة 25 لمهرجان الخيام بحزوة، والتي اختزلت مقطوفات ولوحات فنية أبدع في إلقائها أصحاب أصوات صحراوية وجبلية تغنوا بالموروث الصحراوي وعادات وتقاليد سكان العرب بالرحل. محفل هي عبارة عن رحلة في التراث بين السوس البدوية والشعر الشعبي والغناء البدوي مع لوحات فلكلورية من عاداتنا وتقاليدنا. هي الأيام بين تعودي وترجع أيام الزهو على المعتاد، وياريت بفراح المحبة جودي في البادية والبيت والميعاد. أكثر من 20 فنان ساهموا في تأثيث السهرة، لعل أبرزهم منير عبد اللطيف من حمد جابز. فرقة دوز للفنون الشعبية، وعلى وقع صوت الطبول ورقصات متناغمة وأزياء تقليدية جمعت بين اللون الأخضر والأبيض والأحمر، لوحات فنية تفاعل معها الجمهور. وقاعدين متمسكين عادات التقليد متاعنا في الموازين في التراث متاعنا، وعندنا عديد العروض ما خاصة بالجهة. وعجبني فيه كل شيء، دور ممتاز وراي على الأخر سهرية. سهرية الله يبارك، الله يصلي على النبي. سهرة المحفل سهرة تناغمت فيها الإبداع واختزلت حياة البادية والصحراء وجمال الصحراء وروعة كثبانها الرملية وطبيعتها الخلابة. كانت من خلالها مدينة حزوة عاصمة للموروث الشفوي بامتياز. إذن مع الإيقاعات البدوية نأتي إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، ونذكركم بأبرز عناوينه. استئناف العمل بشركة البيئة والغراسات والبسنة بتطاوين بعد اتفاق بين الطرفين النقبي والإداري هي 20 يوما من توقف العمل بالشركة. أكثر من 500 مشارك من 20 دولة إفريقية في الملتقى الدولي لمديري أنظمة المعلومات، وتأكيد على أهمية الرقمنة في إرساء المؤسسة الذكية. مهرجان الواحة الدولي بجابس يحتفي بدولة فلسطين من خلال ملحمة القدس، عروس المدائن، وبرمجة تنشيطية متنوعة على مدى 4 أيام. كما بإمكانكم أيضا مشاهدينا متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسيا تيفي. نقطتين دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.